نشرة الأخبار من قناة ليبيا الأحرار، والبداية بأبرز الأحداث. قوات الوفاق تستهدف تمركزات ميليشيات حفتر في محاور الوشكة وجنوب طابلس وتواصل تقدمها نحو طرهون. مرتزقة سودانيون ينشرون صورا وفيديوهات بمحاور القتال مع ميليشيات حفتر، يطالبون بدفع مرتباتهم المدفوعة. الإمارات تزود حفتر بوقود الطائرات، والأمم المتحدة تصفه بأنه إمداد حربي محظور وتقول إنها تحقق في الموت. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ هذه النشرة مع آخر التطورات الميدانية في محاور القتال الجنوبية. ونقول له إن قعدت سنتين يحشد، والله يجمع الأحصاها في ساعتين. بالنسبة لمصراتها قاعدين لك في بوغرين، قاعدين لك في صرمان، قاعدين لك في صبراتها، في طرابلس، وين ما تمشي في رجال، وبإذن الله النصر حيتم في أقرب وقت إن شاء الله. مباغتها كانت نفس مباغتة غريان بالتحديد، سقطت نفس كف غريان عاد هنا في صبرات وصرمان، ونحن نقول من هذا المنبر صرمان وصبرات عادت إلى أحضان الوطن، وميليشيات حفتر بالكامل بآلياتها اتخذت إلى الجنوب والوجهات وانطلقت مع ترك العديد من الغنائم لتوان مكان الغضب الكامل، وشارك في هذه العملية أغلب قوات الجيش الليبي من كل مناطق ليبيا. ونشوف والله الرسمة، والحمد لله صبرات وصلبان والأمور 100%. ليبي مناش روس، مناش الجوي، مناش عمي، ليبي بصر الله، هذه أرضنا. قال أمير غرفة التحكم والسيطرة العميد سالم بوراوي إن محور عنزارة يشهد اشتباكات مع ميليشيات حفتر بمختلف الأسلحة الثقيلة بعد هدوء ليومين، حين قواتهم جاهزة لصد أي محاولة للتهجم. من جهته قال القائد الميداني بعملية بركان الغضب الطاهر بن غربية إن قوات الوفاق أكملت تمحيص منطقة المصاف حفتر هنا بالكامل، وألقت القبض على مسلحين من ميليشيات، وإن مدفعية البركان تواصل استهداف ميليشيات حفتر في المنطقة بدقة وفق. بعد الاشتباكات التي شهدتها محاور جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين، والتي تزامنت مع إطلاق قوات حكومة الوفاق عملية تحرير مدينة ترهونة مجددا، يعود الهدوء الحذر إلى محاور القتال دون وقوع اشتباكات مع ميليشيات حفتر. ففي محور عنزارة أفاد أميره يوسف لمين بأن المحور الذي يمتد من منطقة الجبيلية وحتى الكحيلي مع تبادل للمدفعية مع ميليشيات حفتر بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أن ميليشيات حفتر بالمحور تستخدم قذائف الهاون بكثافة في محاولة منها لإحداث خرق في صفوفهم. أما محور السواني الذي يعد من أكبر المحاور في طوق جنوب طرابلس، فيقول آمره محمد بن عجالة إن قواتهم تحافظ على جميع تمركزاتها، بل إنها أحرزت مؤخرا عديد التقدمات بعد سيطرتها على عديد من تمركزات ميليشيات حفتر. وإلى محور غريان ترهونة وما يعرف بمحور الويف، تواصل قوة الوفاق هناك دك حصون ميليشيات حفتر بالأسلحة الثقيلة وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. وعن محاور القتال غرب سرت، فقد أكد الناطق باسم غرفة العمليات الميدانية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه استمرار حالة النفير ورفع درجة الاستعداد والتأهب إلى ما بعد منطقة بوغرين بعد إسقاطهم طائرة مسيرة حديثة صينية الصنع تابعة لحفتر كانت تحاول قصف تمركزات قوات الوفاق في المنطقة. كما أشار دراه إلى مواصلة قواتهم تسيير الدوريات الاستطلاعية بشكل يومي قرب الوشكة، وذلك لرصد أي تحشيدات لميليشيات حفتر في المنطقة، وأن فرق الهندسة العسكرية ما زالت تمشط المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات حفتر لإزالة الألغام ومخلفات الحرب وفق قوله. ومنذ انطلاق عملية عاصفة السلام في 25 من الشهر الماضي دأبت قوات الوفاق على تغيير تكتيكها العسكري كما يقول محللون عسكريون، وقد تجلى ذلك في العملية العسكرية التي حققت انتصارات خاطفة بتحرير مدن الساحل الغربي، ثم بدء عملية عسكرية أخرى من عدة محاور للزحف نحو ترهونة التي يكون بتحريرها سقوط كافة المحاور جنوب طرابلس.
عبر الهاتف من طرابلس ينضم إلينا القائد الميداني بعملية بركان الغضب بمحور أطوش سيد نجمي الطيب. سيد نجمي أهلا بك عبر قناة الأحرار، ولو تطلعنا عن الأوضاع الميدانية في محور أطوش فتبدو. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير أختي الكريمة. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأوضاع محور أطوش، الأوضاع بالكامل من كوبري سواني لأنزل أزلسية. الحمد لله رب العالمين، تقدمنا وتمركزنا واخذنا مراصد من العدو الحمد لله، وما زال التقدم، ولكن العدو يواجهنا بسلاح حديد للأمانة يمنع تقدمنا الأيام هذه، ونمشي بخطط عسكرية، احنا ما نمشيش بشيء. هل تقصد بأن هذه الأسلحة هي أنواع جديدة ربما لم تستخدم من قبل؟ نعم نعم أختي، أسلحة جديدة وهي الهاوزر الموجه، يعيد تقدمنا للأمانة، ولكن الحمد لله كل يوم في جديد، الحمد لله رب العالمين، ذلك بفضل الله، بإذن الله النصر قريب بعون الله، ذلك بهم الرجال. نعم. طيب السيد نجمي، هل المحور يشهد اشتباكات او تراشق بالقذائف والاسلحه في هذه اللحظات؟ حاليا لا يوجد اشتباكات في الليل، ولكن من الصباح الباكر دائما اشتباكات، وخاصه الثقيل، وخاصه الثقيل هو الذي اشتباكات بالثقيل اكثر من الخفيف. طيب هل رصدتم أي محاولات لإمداد قوات حفتر السيد نجمي؟ نعم. أي سؤال مرة أخرى. هل هناك أي محاولات لإمداد؟ سيد نجمي هل أنت في الاستماع؟ نعم نعم في الاستماع أختي، نعم. كنت قد سألتك عن يعني إذا كان هناك محاولات لإمداد قوات حفتر، هل رصدتم ذلك او اي هناك يعني اي طيران مسير تابع لحفتر على سماء المحور؟ لا يوجد طيران بالكامل اختي العزيزه، لا يوجد طيران للعدو لحفتر، لا يوجد، لا ما عندهاش طيران. نعم. على الارض والله حتى العدو لم تقهقر، وباذن الله باذن الله طيب. وباذن الله منتصرين عليه، ما هي الا ساعات باذن الله يكون تحرير ليبيا بالكامل، مش ترعون ولا سباعة بس، والله أكبر لله الحمد. نعم السيد نجمي الطيب القائد الميداني بعملية بركان الغضب في محور أطوشة عبر الهاتف. مع تضييق الخناق أكثر على حفتر وميليشياته من قبل قوات حكومة الوفاق بتحقيقها تقدمات نحو مدينة ترهونة في عملية عسكرية لدحر الميليشيات منها، عادت السيطرة عليها أمام هذه الخسائر الكبيرة يتلقاها حفتر وتلاشي قدراته في مجابهة قوة الوفاق المتنامية، يتساءل مراقبون عما إذا كان ذلك سيدفع رعاته الإقليميين والغربيين إلى تقديم مزيد من الدعم لتعويض خسائرهم، أم أن خيار التخلي عنه سيصبح واقعا في قادم الأيام. ما كان يخشاه حفتر بالأمس بات اليوم واقعاً، فالجنرال الحالم بالسيطرة على عاصمة بلاده تحولت أحلامه اليوم إلى كيف ستحافظ ميليشياته على معقلها الرئيسي في مدينة ترهونة بعد أن باتت قوات الوفاق أكثر قرباً من وسط المدينة. العمليات العسكرية التي أعلن عنها الناطق باسم الجيش الليبي العقيد محمد جنون السبت ودخلت مرحلتها الثانية بالأمس بإسناد جوي متواصل تعبر عنه الضربات الجوية والتي يقدرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب بنحو 20 ضربة جوية استهدف خلالها أفراداً وآليات وتمركزات لميليشيات حفتر بعديد المناطق بالمدينة، إذ استطاعت قوات الوفاق من خلالها تحقيق المراحل الأولى من خطتها العسكرية الموضوعة. فبعد أن نجحت قوات الوفاق في السيطرة على مدن سبع في الساحل الغربي
وفي ساعات قليلة دفعت من خلالها ميليشيا حفتر إلى الهروب والانكفاء بقاعدة الوطية المحاصرة هي الأخرى والخارجة عن الخدمة عملياً. استطاعت من خلالها هذه القوات إرباك حسابات حفتر وداعميه والحد من قدرات ميليشياتهم على الأرض في مواجهة قوة الوفاق المتنامية يوماً بعد آخر. وأمام هذه الخسائر المتتالية لحفتر وميليشياته على جبهات عدة، تتوالى التساؤلات عند كثير من المراقبين حول المصير الذي ستواجهه التحالفات التي نسجها حفتر محلياً ودولياً. فالرجل وبمباركة من أبوظبي وموسكو استطاع جلب أنصار النظام السابق والحالمين بعودة نظام يحاكي جماهيرية العقيد من جديد للقتال معه في حرب أثبتت فشلها الذريع بمرور الزمن على تحقيق نصر عسكري. أنا كتبت من أول يوم أنها كذبة، من أول يوم من السنة الماضية. بعد ثلاث أيام نزلت خطاب قلت هذه كذبة من أكاذيب شهر أبريل وأن الهزيمة ستأتي لا محالة. فبدت معه الأصوات تتعالى من هذا التيار مشككة في قدرة حفتر على حسم معركة طرابلس عسكريا، فاتحا الباب أمام سؤال كبير حول مستقبل تحالف حفتر معهم وعما إذا كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. قيادة الرجمة ليست قيادة صالحة لإدارة المعركة في ليبيا، أي معركة سواء كان على الصعيد السياسي ولا على الصعيد العسكري، وأنا لم أكن يوما معها ولم أكن بالمقابل مع الذين الآن في المعركة في الغرب الليبي. وفي ظل الانكسار المتواصل لحفتر وميليشياته على الأرض في مختلف الجبهات وما يقابله من دعم عسكري مصري إماراتي واضح وروسي خجول، تبددت معه آمال الداعمين. فهل ينجح الرعاة الإقليميون والدوليون في وقف خسائر رجلهم بليبيا؟ أم أن الحرب في البلاد ستدخل فصلا جديدا بتدخل أكثر حدة ووضوحا يتحمل فيه الرعاة تكاليف ذلك سياسيا وعسكريا؟ انضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس القائد الميداني في محور أسوان السيد عبد المجيد التركي. السيد التركي أهلا بك عبر قناة ليبيا الأحرار. لو تطلعنا عن الأوضاع الميدانية في محور أسوان كيف هي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على الشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل الجرحى. والله بالنسبة للمحور السواني في اشتباكات هدايا متواصلة بالأسلحة الثقيلة وبالأسلحة الخفيفة من حين إلى الآخر، وفي ترصدات نرصد في حركة العدو من حين إلى الآخر ونتعامل معه بالأسلحة الثقيلة وبالأسلحة الخفيفة، والحمد لله حاول يتقدم العدو. لكن هل الاشتباكات هذه لا زالت مستمرة حتى اللحظة سيد التركي؟ تركي أختي الفاضلة. ألو، هل الاشتباكات لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة؟ في اشتباكات مستمرة. داي العدو حاول ما حاولش يتقدم تحت الأرض، حاول قاعد يستهدف المساكن المدنية والمخازن الناس والدكاكين والقضايا عشوائية طيحن على الحيشان المدنية. ديما تشاهدون أنتم على التواصل الاجتماعي كيف الأطفال تقتل وكيف النساء تقتل، وهذا المجرم ليست أول مرة، هذه ممكن من سنة هو يهدف القذائف على المدنيين، والحمد لله احنا صامدين في محاورنا والأمور السيطرة بإذن الله تعالى. نعم السيد عبد المجيد التركي قائد ميداني في محور أسواني. قال الناطق باسم حفتر أحمد المسماري أن قوات حكومة الوفاق تحاول السيطرة على كل الطرق التي تؤدي إلى ترهونة. وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي الأحد أن قوات الوفاق تقدمت من منطقة الجربولي ومنطقة الطويشة، مشيرا إلى أن ميليشياتهم في ترهونة تمكنت من صد الهجوم. بيان من أي دولة أو من أي جهة تعلن عن تبعية هذه الطائرة إليه؟
كعادته منذ تقلده منصبه، يستمر الناطق باسم حفتر أحمد المسماري في الاستخفاف بعقول أنصاره وتمرير الكذبة وراء الكذبة مع كل صفعة تتلقاها ميليشياتهم. المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد حاول التقليل من شأن ما يحدث في ضواحي مدينة ترهونة، رغم إقراره بأن قوات الوفاق باتت تحاصر المدينة وتسعى إلى سد كل الطرق التي تؤدي إليها وفق تعبيره. ولتخفيف وطأة مباغتتهم قال إن قوات الوفاق تخطط منذ شهور لمهاجمة ترهونة بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة، وإنها استفادت من الهدنة لتحشيد قواتها، وكأن ميليشياتهم التزمت بهذه الهدنة حقا. لم يكتف المسماري بالتبرير ليعرض صورا قديمة لطائرة مسيرة مدعيا أن ميليشياتهم قد أسقطتها في ترهونة، رغم أنها طائرة أسقطت بالخطأ في شهر ديسمبر من العام الماضي في منطقة تجراء. وسائل الإعلام القريبة من حفتر كانت قد نشرت صورا لطائرة إماراتية مسيرة أسقطتها دفاعات الوفاق في أبو غرين على أنها طائرة تركية تم إسقاطها، ولأن الصورة لا تكذب فقد كشفت أنها طائرة من نوع وينغ لونغ الصينية التي تستخدمها الإمارات. فحاول المسماري تغطية هذه السقطة بكذبة أخرى مدعيا أنهم أسقطوا طائرة لم يتم تحديد تبعيتها لأي دولة حتى الآن. تم إسقاط طائرة، لحد الآن لم نحدد تبعية هذه الطائرة، تم إسقاطها في منطقة الوشكة شرق مصراتة، لم نحدد هذه الطائرة. هذه الطائرة تختلف على الطائرة التركية، ولكن تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي بواسطة صاروخ بعد الاستطلاع والالتقاط والتدمير، ولم نعرف حتى هذه الساعة لمن تتبع هذه الطائرة. لم يستح المسماري من فتح ملف المرتزقة ليوجه الاتهام إلى الوفاق بجلبهم، متناسيا تقارير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية حول تعاقدهم مع مسلحي الفاغنر والجنجويد التي يعتمد عليها حفتر بشكل كبير في حربه على العاصمة. التخبط بدا واضحا على المؤتمر الصحفي، وهو ما يؤكد مدى شدة الورطة التي باتت فيها قواتهم. ليتبدل كلام المسماري من حلم الوصول إلى ساحة الشهداء وجزيرة الفرناج إلى محاولة التقليل من صفعة صربان وصبراتة والحديث عن صمود قواتهم في الوطية وعلى مشارف مدينة ترهونة. أكد القيادي في عملية بركان الغضب الطاهر الغرابلي عودة الإصرار إلى مدينة صبراتة والمناطق المجاورة لها بعد تفعيل المراكز الأمنية وتسكير الدوريات الشرطية في كافة مداخل ومخارج. وقال الغرابلي في تصريح للأحرار الأحد أن الطريق الساحلي الممتد من طرابلس إلى رأس جدير مؤمن بشكل كامل بعد انتهاء العمليات العسكرية في المدن المحررة وتفعيل النقاط الأمنية بالطريقة. هذا وأشار الغرابلي إلى أن قوات بركان الغضب عازمة على تحرير مدينة ترهونة قبضة ميليشيات حفتر، إيقاف القصف العشوائي على العاصمة، وإنهاء عدوان حفتر على طرابلس. الطريق الساحلي من طرابلس إلى رأس جدير يعني طريق مؤمن بإذن الله بالكامل أمام المارة. وضع الأمن في مدينة صبراتة وفي المدن المجاورة لها بدأ يستقر يعني نتيجة المعارك التي حصلت، ولكن الآن يعني بدت حالة الاستقرار، بدت حالة العودة إلى القطاعات الأمنية والمؤسسات الأمنية بدت يعني في الظهور من جديد. الآن علينا أن نركز على مدينة طرابلس تحريرها وإبعاد حالة القصف العشوائي الذي يقوم به العدو على الأحياء السكنية في طرابلس. نريد أن نبعث السلام خلال شهر رمضان المبارك لهذه الأسر الموجودة في طرابلس، ونريد أن يتم علينا الأمر بتحرير مدينة ترهونة بإذن الله وعودتها إلى حضن الوطن. أكد منتسبو كتيبة أحمد حواس التابعة للجيش الليبي صمودهم بمحور وادي الربيع عين زارة ودحرهم للميليشيات المعتدية طوال عام من العدوان. نؤكد لكم صمودنا ودحرنا للعدو طيلة هذه المدة ولن يدخلها إلا على أجسادنا، ونبارك للشعب الليبي على الانتصارات المقاتلين منذ انطلاقة عملية عاصفة السلام التابعة لغرفة العمليات بركان الغضب، ونطمن أهالينا في طرابلس ومناطق الشرقية بأن النصر قادم لا محال، وليبيا لن تكون إلا دولة مدنية بعون الله. هذا وبدت خارطة السيطرة تتغير منذ إطلاق الجيش الليبي عملية عاصفة السلام التي سيطرت خلالها على مناطق ومدن جديدة، فباتت
يسيطر على مناطق معزولة عن باقي المنطقة الغربية، لا سيما في ظل تفوق تحت جو الجيش. نشرت حسابات على فيسبوك تابعة لمرتزقة شنجاويد صورا وفيديوهات تؤكد تواجدهم في ليبيا. نشر الصور ومقاطع الفيديو جاء متزامنا مع اقتراب ميليشيات حفتر الإرهابية عدة مدن، وهو ما قد يشير إلى أن حفتر بدأ يفقد السيطرة على المرتزقة التابعين له. لم يكن خفيا على أحد تورط ساكن الرجمة في الاستعانة بمقاتلين مرتزقة أجانب سواء كانوا من روسيا أو السودان أو تشاد، رغم محاولته إنكار ذلك لتضليل الرأي العام. لكن ما كان يخفيه حفتر هو هويات المرتزقة وأشخاصهم الذين ظهروا هذه الأيام في فيديوهات مختلفة في سرت والجفرة وضواحي طرابلس كتفا بكتف مع ميليشياته من الليبيين. وبالتزامن مع خسارة ميليشياته السيطرة على عدة مدن، يبدو أن حفتر فقد السيطرة أيضا على مرتزقته من الجنجاويد الذين أقدموا على نشر صور وفيديوهات تؤكد تواجدهم في ليبيا. حسابات مرتزقة حفتر على فيسبوك أظهرت أيضا تصور تمركزاتهم وألياتهم، كما طالب بعضهم حفتر بدفع رواتبهم التي على ما يبدو أنها تأخرت، بينما ظهر آخر أن يقود سيارة مسلحة على أنغام الموسيقى السودانية وهو يريد تحرير ليبيا من الإرهاب كما يزعم. وكشفت بعض الصور تواجدهم في معهد كلية الطيران في سبيعة، ووصف أحدهم في منشور له مقاتلي الوفاق بالجرذان وأنه قادم إليهم. تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالسودان أكد في فبراير الماضي وجود جماعات مسلحة دارفورية تقاتل كمرتزقة بليبيا، وأن حفتر يزود كل 10 منهم بمركبة وأسلحة ويسمح لهم بعد أي عملية بالاحتفاظ بما يستولون عليه من مركبات وممتلكات، مبينا أن السماسرة يدفعون للجماعات المرتزقة نحو 3,000 دولار نظير كل مقاتل جديد ينضم لمسلح حفتر. وتعد الحركات التشادية والسودانية الأكثر انخراطا في القتال مع الحفتر، فمن السودان تتصدر القائمة حركة تحرير السودان جناح مني مناوي والعدل والمساواة، أما من تشاد فتبرز الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة والمجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية التشادية، وتنشط كل هذه القوى في عمليات تهريب وقود ومخدرات وسلاح وهجرة غير نظامية. هي صور وفيديوهات لم تظهر هوية المرتزقة فحسب، وإنما أبانت وأفصحت عن حقيقة الجيش الذي يزعم حفتر تأسيسه في ليبيا وإنشاءه. قالت جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة إن فريقها سلم جثثان إلى الهلال الأحمر الليبي فرع زنتان دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى. فأكد الهلال الأحمر انتشالهم في وقت سابق 7 جثث مع عدم الإفصاح عن هويتهم أو تقديم معلومات أخرى عنه. نحن جميع الأسلحة مباحة عندنا. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن دولة الإمارات زودت
شركة حفتر بما يقرب من 11,000 طن من وقود الطائرات انتهاكا لحظر توريد الأسلحة المفروضة فيها. وأوضحت الصحيفة أن الشحنة قيد التحقيق من قبل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، حيث جرى تحميل ما قيمته 5 ملايين دولار من وقود الطائرات من الإمارات إلى ميناء بنغازي في شهر مارس الماضي. ونقلت الصحيفة عن رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز قولها إن وقود الطائرات يعد إمدادات قتالية. عملية شحنه إلى شرق ليبيا تشكل انتهاكا لحظر الدولة. دورها أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الصحيفة أن الشركة تقوم بتزويد المنطقة الشرقية كميات كافية من وقود الطائرات للاستخدام التجاري، أنه لا يوجد أي مبرر مدني لاستيراد وقود الطائرات قبلها. وفقا لوثائق أقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنها طلعت عليها، كشفت أن شركات مقرها الإمارات شحنت ما يقرب من 11,000 طن من وقود الطائرات إلى حفتر، وأوضحت أن هذه الشحنة التي بلغت قيمتها التسويقية حوالي 5 ملايين دولار هي قيد التحقيق من قبل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. الصحيفة البريطانية أكدت أنه تم تسليم الشحنة في 16 مارس الماضي إلى حفتر، ونقلت عن القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز قولها إن وقود الطائرات يعتبر إمدادات قتالية في حكم الأمم المتحدة، ويمكن أن يشكل الشحن إلى شرق ليبيا انتهاكا للحظر المفروض على الأسلحة. ويليامز عربت عن قلقها للصحيفة البريطانية بشأن استيراد وقود الطائرات بطريقة غير شرعية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط الموازية، وقالت إن هناك إمكانية لاستخدامه في دعم عمليات حفتر الجوية في وقت تقوم فيه حكومة الوفاق الوطني بتوفير الكميات اللازمة من وقود الطائرات للأغراض التجارية. وفي معرض حديثها عن التفاصيل قالت فاينانشال تايمز إن 3 شركات معنية بهذه القضية، وإن وثائق الشحن تثبت أن مورد الوقود كان أفريفين لوجيستيك ومقره إمارة الشارقة، وقد تم تحميل الشحنة على إنتي بتروليوم 4 وهي ناقلة تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة الخليج لخدمات الشحن. وقد أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الشركات المعنية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، لكنهم رفضوا تأكيد أسماء الشركات حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، وأشارت إلى أن تحقيقات الأمم المتحدة جارية لتحديد كيفية إجراء المعاملات المالية وتحديد المتورطين في شحن وقود الطائرات إلى حفتر. فاينانشال تايمز قالت إن الوثائق التي بحوزتها كشفت أن شركة تعمل باسم ليبيان إكسبرس إيرلاينز هي من طلب الوقود، لكنها لم تستطع تحديد شركة بهذا الاسم في ليبيا، ونقلت عن شركة الطيران الخاص ليبيان إكسبرس التي تسير طائرات إسعاف في المنطقة الغربية أنه لا علاقة لها بأي عمليات في مدينة بنغازي. الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف من واشنطن عضو معهد السياسة القادسية بجامعة جون هوبكنز حافظ لغويل. سيدة لغويل أهلا بك. بداية، ما تعليقكم عن ما جاء في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أن هناك شركة مقرها الإمارات تزود حفتر بوقود الطائرات، وإحدى الشاحنات بلغت قيمتها التسويقية ربما 5 ملايين دولار؟ سيد لغويل، سيد لغويل هل أنت في الاستماع؟ أيوة أنا معاكو سيد لغويل. ألو ألو. طيب سيد لغويل، أجدد الترحاب بحضرتك. كنت قد سألتك ما تعليقكم عن ما جاء في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أن هناك شركة مقرها الإمارات تزود حفتر بوقود الطائرات، وأن أحد الشاحنات بلغت قيمتها التسويقية 5 ملايين دولار.
هذا شيء يضاف إلى كل التقارير التي فاتت على مدى السنة الماضية بأن الإمارات تسلح حفتر مش بس بالوقود أو تبعت له مش بس بالوقود ولكن أسلحة وطيران وأيضا تدفع له في أموال وهي التي تساعد في جلب المرتزقة. هذه كلها تضاف إلى ما إلى كل التقارير الصحفية وتقارير الأمم المتحدة في هذا الخصوص يعني. طيب فيما يتعلق بأن تحقيق أممي في شحن الإمارات وقود الطائرات إلى حفتر، يعني كيف تقيم هذه الخطوة إن حدثت بالفعل؟ يعني يا ريت إن شاء الله، هم وعدوا أكثر من مرة وأصدروا قرارات وأصدروا تقارير إلى آخره ولكنهم لم يفعلوا شيء، يعني إن شاء الله يعني عسى أن يفعلوا شيء في هذه المرة، لأن التغاضي على هذه الخروقات الإماراتية بالذات وعلى هذا المدى الطويل وأيضا يعني خذلان حكومة الوفاق وعدم يعني الإعلان على كل هذه الخروقات الإماراتية وعدم اتخاذ أي مواقف دبلوماسية أو حتى قضائية ضد الإمارات، هذه كلها للأسف زادت من تطاول الإمارات على السيادة الليبية. ويعني مجرد أنك أنت تقولي أن كان هناك أكثر من 800 طيران مسير السنة الماضية يضرب في طرابلس والكل يعرف أن هذا كله كان إماراتي، وعدم اتخاذ أي مواقف ضد هذا لا من حكومة الوفاق ولا من المجتمع الدولي، في الأخير المجتمع الدولي لن يفعل شيء من عند نفسه، يعني لازم أن تكون هناك الحكومة السيادية الموجودة في طرابلس هي التي تقود حملة ضد هذا العدوان الإماراتي. طول ما هي ساكتة ومترددة يصبح من الصعب أن نطلب من أي دول أخرى في الأمم المتحدة أن تتخذ مواقف، يعني لو صاحب البيت لا يتكلم على ما يحدث من الصعب على بقية الجيران أن يقفوا معه. ففي الأخير الخطأ والتقصير يجب أن يضع في 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 ملعب كرة في ملعب الوفاق، ولكن الأمم المتحدة أيضا عليها قانونيا لأن هي التي أصدرت كل هذه القرارات الدولية بعدم التسليح إخفاقها في اتخاذ مواقف قوية ضد من يخرق هذه القرارات هو الذي أيضا ساعد دول أخرى زي مصر وروسيا وفرنسا والجنجويد والتشاديين إلى آخره بأن أيضا يخرقوا هذه القرارات، وأصبحت الآن يعني هذه قرارات لا معنى لها إطلاقا على أرض الواقع. طيب سيد زلغويل، الموقف الدولي يعني أصبح يقتصر على الإدانات والأعراب عن القلق فحسب، يعني لم نرى موقف جدي من المجتمع الدولي حيال حفتر وجرائمه وداعميه. سؤالي هنا سيد زلغويل، هل الانتصارات العسكرية والتقدمات التي تفرزها قوات بركان الغضب الآن ستجعل المجتمع الدولي يعيد حساباته ربما ويتخذ قرارات واضحة وحاسمة تجاه حفتر؟ يعني هو الانتصارات على الأرض هي الذي ستغير مش بس المجتمع الدولي، خلينا أولا نقوله أنها ستغير الواقع داخل ليبيا نفسها، لأنها أيضا ستساهم في وقف العدوان وستساهم في يعني متوقعا على الأقل في إسقاط نظام حفتر في المنطقة الشرقية، عندما يروا كل المدافعين عن بأنه أصبح يهزم على كل الجبهات، فهناك أيضا توقعات أن حلفائه داخل المنطقة الشرقية سيصبحوا يتخلوا عنه تدريجيا، وعندما يصبح هذا فطبعا المجتمع الدولي ستتغير مواقفه، لأن السياسات الدول في الخارج هي ليست حب في حفتر، يعني عندما أيدوا حفتر هم لا يؤيدوا في حفتر كشخص، هم يؤيدوا في مشروع لمحاولة فرض الاستقرار في ليبيا، فرض السيطرة، وكانوا مستعدين وهم مستعدين أن يقبلوا إما بدولة مدنية تسيطر أو
حكم عسكري يسيطر. فعندما يصبح المشروع العسكري مهزوم فطبعا الدول كلها ستتغير لأن الوقائع تتغير، وستجد كثير من هذه الدول التي وقفت مع حفتر إما سياسيا أو حتى عسكريا تعيد حساباتها من جديد، لأن هي تريد أن تحافظ على مصالحها في ليبيا، لا مش بالضرورة أن تحافظ على أشخاص. نعم سيد حافظ الغويل عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة دونهاب. قال رئيس البعثة الأوروبية لدول المغرب العربي أندريا كوتولينو أن مسؤولية ما يحدث في ليبيا تقع بشكل كبير على حفتر، ونفى كوتولينو تدخل الاتحاد الأوروبي في ليبيا مؤكدا سعيهم لتحقيق السلام برؤية موحدة وأمر مجانب للواقع بالنظر إلى الدور الفرنسي المفتوح في دعم حفتر صراعها العلني مع إيطاليا حول رغم الخلافات التي تبت بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تضامنها في مكافحة جائحة كورونا، يحاول الجسم الأوروبي التحرك بصوت واحد لا سيما في الأزمة الليبية. فبعد إقرار عملية إيريني العسكرية التي لم ترى النور حتى اللحظة وما رافقها من رفض، يحاول الأوروبيون استمالة حكومة الوفاق خاصة في ضوء الانتصارات التي حققتها وما تزال على حساب حفتر. فقد حمل رئيس البعثة الأوروبية لدول المغرب العربي أندريا كوتسولينو مسؤولية ما يحدث في ليبيا لحفتر الذي حاول الهجوم على طرابلس. المبعوث الأوروبي طالب في لقاء تلفزيوني السعودية والإمارات ومصر بتوجيه النصح لحفتر لانتهاج الحوار من أجل إنهاء الأزمة الليبية خاصة في ظل أزمة كورونا التي يواجهها العالم، مؤكدا أن لهم وجهة نظر موحدة بشأن الصراع في ليبيا تتخطى مصالح الدول وأنهم لا يتدخلون في الصراع الدائري في ليبيا على حد تعبيره. رئيس البعثة الأوروبية قال إن الحرب قد انتهى وقتها، مطالبا جميع الأطراف في ليبيا باللجوء للحوار لتحقيق السلام، ولكنه نداء تأخر لأكثر من عام وفات أوانه، لأن خيار حكومة الوفاق في هذه الآونة بالذات تصفية وجود حفتر على الأرض وقد فعلت في الساحل الغربي، والدور قادم على ترهونة وصولا لفك الحصار عن العاصمة. مغالطات كثيرة سردها المبعوث الأوروبي والعالم يشاهد الصراع المفضوح على ليبيا وتعدد المؤتمرات التي كثيرا ما وصفت بالمؤامرات من باريس إلى باليرمو إلى برلين تؤكد إصرار الأوروبيين على عدم التفريط في ليبيا لأي قوى أخرى. أما وقد قلب الدخول التركي مسرح الصراع في ليبيا وأربك حسابات الأوروبيين وداعم حفتر، فإن الجسم الأوروبي الموحد لم يعد كذلك وسينكشف الأمر أكثر ما بعد كورونا. وما محاولاتهم الأخيرة لمجاراة الأحداث المتسارعة على الأرض في ليبيا إلا محاولة متأخرة لإنقاذ حفتر. أعرب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي عن أسفه إزاء ما سماها تقاعس عن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لغسل السلامة. فقال شرقي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إن هذا التقاعس سيؤجل الحل السلمي متسائلا حول ما إذا كانت الجهود المبذولة تهدف فعلا إلى إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية أم هي مجرد مساعي لتحقيق مصالح وأجندات ضيقة على حساب مصير الشعب الليبي وفق قوله. وأوضح شرقي أن الوضع في ليبيا اليوم يفرض تحركا من المجتمع الدولي لوقف جميع المتورطين في النزاع الليبي، مضيفا أن الأمال تلافت بعد عدم الالتزام بنداءات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف الاقتتال وإفتاح المجال للتعاطي مع وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانقلابي حفتر يقوم منذ زمن طويل بارتكاب جرائم حرب في ليبيا. فقال أردوغان في مؤتمر صحفي أن حكومته قيمت خلال اجتماعها الاثنين مستجدات الأوضاع في ليبيا، جديدا مطالبته الأمم المتحدة والقوى في العالم بإجبار حفتر على إنهاء الأعمال العدائية التي يقوم بها في ليبيا.
مشاهدينا الكرام، هذه النشرة متواصلة وفيها بعض. عدد مصابي فيروس كورونا في ليبيا يتجاوز 50 وسط استمرار الإجراءات لإجلاء العالقين. قوات الوفاق تستهدف تمركزات ميليشيات حفتر في محاور الوشكة وجنوب طرابلس وتواصل تقدمها نحو ترهونة. مرتزقة سودانيون ينشرون صورا وفيديوهات بمحاور القتال مع ميليشيات حفتر ويطالبون بدفع مرتباتهم المتاخرة. الإمارات تزود حفتر بوقود الطائرات والأمم المتحدة تصفه بأنه إمداد حربي محظور وتقول إنها تحقق في الموضوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونتناول أخبار مستجدات فيروس. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا يصل إجمالي الحالات إلى 56 إصابة. وأوضح المركز في بيان الاثنين أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له استلم 25 عينة، ثبت إصابة 2 منها، إحداهما لحالة مختلفة، بينما كانت بقية الحالات سالبة وفق قوله. وجه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وزارة الخارجية بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي بشأن الليبيين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن. يأتي ذلك في إطار متابعة أمين عام مجلس الوزراء لعمل اللجنة وتدليل الصعوبات التي يواجهونها، ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد إجراء الحجر الصحي والتحاليل الطبية اللازمة في الدول التي يتواجدون بها. بحثت لجنة متابعة إجراءات مجابهة كورونا بالمجلس الأعلى للدولة مع محافظ مصرف ليبيا المركزية صديق الكبير أحدى ملف المواطنين العالقين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات. كما بحث الاجتماع تسهيل إجراءات منظومة الاعتمادات خاصة السلع الأساسية والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية نظرا لحالة طوارئ عرضتها جائحة كورونا والخوف من ارتفاع الأسعار مع نقص في المخزون الاستراتيجي هذه المواد. هذا وتطرق الاجتماع إلى خطط المصرف المركزي لتوزيع السيولة في المصارف التجارية في ظل حظر التجول ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.
أصدر مصرف ليبيا المركزي قراراً باستمرار عمل الإدارات العامة وفروع المصارف خلال فترة الحظر مع ضرورة التواصل مع وزارة الداخلية أجل تنسيق الحصول على التصاريح اللازمة بالخصوص. وشدد المصرف المركزي في قراره على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي تعزز الصحة العامة حماية الصحية لموظفي المصارف والزبائن والمراجعين للمصارف. قررت لجنة أزمة الوقود منح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها لسائقي مكتبات الجهات التي استثنيت بقرار المجلس الرئاسي من الحظر. كذلك أثناء فترة الحظر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا بداية تطبيق حظر التجول. وأكدت اللجنة منح الاستثناء لسيارات نقل اسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي لتوفير خدماتها للمواطنين، منوهة إلى الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل بصورة طبيعية. هذا وأشارت اللجنة إلى أنه جرى الاتفاق على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق، إنّ أن هذه المحطات لا تقوم بتزويد الوقود إلا بسائقي المركبات الذين لديهم تصحيح تجول فقط، هذه المستثناة بقرار المجلس الرئاسي. قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات والميليشيات الليبية التي تسيطر على المدن والبلدات الجنوب والمانحين الدوليين ضمن مراعاة أولئك الأشد تهميشاً في استجابتها لحالات الطوارئ الصحية العامة لتفشي وباء فيروس كورونا. وعبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانة طحاوي عن مخاوفهم من انتشار الفيروس في جنوب ليبيا بسبب ضعف البنية الصحية وخوف أقليات التبو من الوصول إلى المراكز الصحية سيطر عليها خصومهم كما هو الحال في مدينتي سبها والكفرة بحسب تقرير المنظمة. أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا الاثنين للليبيين العالقين بإيطاليا والراغبين في العودة إلى ليبيا أنها انتهت من ترتيب خطة عودتهم إلى الوطن. وهكذا السفارة في نداء عاجل تعاقدها مع فنادق في شمال ووسط وجنوب إيطاليا مدة أسبوعين تحت رقابة أمنية وخدمات طبية لمتابعة المواطنين المسجلين، إشارة إلى أنهم سيخضعون جميعا لحجر صحي وفحوصات طبية كشف عن فيروس كورونا منذ اليوم الأول لإقامتهم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلمه شحنة من المساحات أو المساحات الأنفية المستخدمة في أخذ عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد. وقال المركز إن الشحنة تتضمن 10,000 قطعة من المساحات الأنفية المستخدمة لأخذ عينات من حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وإجراء فحص بي سي آر الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد. جاءت كورونا فكانت جائحة عامة أصابت معظم بلدان العالم ولليبيا نصيب منها، بيد أن تعامل الجهات المسؤولة وتأخر وزارة الصحة في تدارك بعض الاحتياجات اللازمة سلط الضوء على مدى قدرة تعامل الوزارة مع هذا الوباء. في البدء كانت الإجراءات الاحترازية واتخاذ خطوات عديدة وقائية أسهمت وفق البعض في الحد من انتشار المرض، لكن ذلك جزء من القصة يبقى ناقصة، إذ أن المؤشر الأساسي لمعرفة مدى انتشار الجائحة هو تحاليل الكشف المتعلقة بالفيروس نفسه، وتلك مستلزمات بها شح، وهو أمر رده البعض لتقصير الوزارة ومن ورائها الجهات المسؤولة في التعامل مع هذه الأزمة وتوفير ما يلزم لها مجابهتها. الأرقام المعلن عنها حتى الساعة مبشرة، ولكنها اقتطعت من سياق أكثر أهمية، وهو أن عدد الإصابات مقرون بعدد التحاليل التي أجريت، والنسبة حينها هي التي تحدد بالضبط حقيقة المرض وانتشاره.
إجراءات أخرى كان لها دور في التعامل مع المرض، إذ عمل المركز الوطني واللجنة العليا لمجابهة الوباء على تخصيص فرق رصد وتتبع وإنشاء غرف عزل بأماكن متفرقة وتوزيع المراكز الصحية وتخويل بعضها لاستقبال حالات، وأخرى للكشف المبدئي، وثالثة للحجر والعناية. وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن معظم الحالات تتمتع بصحة جيدة وبعضها في مراحل استشفاء متقدمة، لكن ما يشغل بال بعض الأطباء ويثير قلقهم هو اكتشاف الحالة الصفرية، وتلك حالة أصيبت وهي غير مخالطة، الأمر الذي دعا المختصين لتجديد الإجراءات والالتزام بكل الخطوات الاحترازية المعلن عنها سابقا. يترقب المواطنون كل ليلة النتائج التي تخرج من مركز مكافحة الأمراض التي تبذل من أجلها جهود عديدة، كما يسعى المركز إلى زيادة عدد الفحوصات اليومية بعد وصول أعداد كبيرة من المساحات الأنفية للكشف عن فيروس كورونا. المزيد في سياق التقرير التالي. منذ إعلان تسجيل أولى حالات فيروس كورونا المستجد، أصبح الجميع يراقب البيانات الليلية لهذا المركز، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلية عمل متواصل، سواء عبر مركز الطوارئ الذي يتلقى أكثر من 100 مكالمة يوميا، فضلا عن استقبال العينات وغيره. فعلنا مكاتب الرقابة الصحية الدولية في كل المنافذ كإجراء لمنع دخول المرض أساسا لليبيا. أيضا دعمنا وقوينا شبكة الرصد والتقصي الوبائي، وأيضا منظومة إلكترونية للرصد للاكتشاف المبكر لأي حالة اشتباه لفيروس الكورونا. والمركز اشتغل أيضا على تقوية شبكة التواصل والإعلام الصحي لتوعية الناس. في المراحل المقبلة في التعامل مع جائحة كورونا، سيكون الرد عبر الهاتف من خلال الأطباء مباشرة، فالمركز الآن لم تعد تنقصه الإمكانيات اللوجستية وغيرها التي كانت تحول دون إجراء عمليات المسح لأعداد كبيرة أسوة بالبلدان المجاورة. دائما الحصول على المشغلات كان بأعداد قليلة لا تسمح أن نطلع نقوم بمسحات، ولكن من الآن فصاعدا وصلت كميات كبيرة من المشغلات وأيضا من المسحة الأنفية هذه لأخذ العينات، وأصبح فيه تخطيط. إحنا المركز الوطني بالتعاون مع جهات الاختصاص حنبدأ نقوم بمسحات، والمسحات هذه طبعا لها فائدة، يعني خاصة في المناطق اللي سجلت فيها إصابات تعطيك حجم انتشار المرض المخفي اللي احنا ما نعرفوش، وهذا يساعدنا في اتخاذ إجراءات استباقية للحجر. إلى هذا الوقت من الأزمة استطاع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التعامل مع الحالات الموجودة على أمل أن تتجاوزنا الجائحة العالمية بأقل الأضرار. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. تسلمت 10 بلديات من مدن ومناطق الجنوب مستلزمات طبية خاصة ببحث عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتضمنت التجهيزات التي تسلمها العمداء أجهزة بي سي آر ولوازم مخبرية ومستهلكات خاصة بإجراء فحص العينات الخاص بحالات الاشتباه بفيروس كورونا. شملت التجهيزات أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية وأدوية ومعقمات وبعض المستهلكات اليومية في المستشفيات. كما تسلم عمداء بلديات الكويرف ومرادة والقطرون والجفرة وبنفية وطراغن وغات ومرزق وسبها والشاطي سيارات إسعاف جرى تخصيصها لتقديم خدمة طبيبك في بيتك وسيارات لتقديم وتسيير الشوارع حسب إدارة التخصص والإعلام برئاسة مجلس تسلم المجلس البلدي غات معدات ومستلزمات طبية متكاملة في غرف العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا وأجهزة التنفس الصناعي ومعقمات وبعض المستهلكات اليومية الخاصة موقع العزل ومستشفى غات العزل.
وبحسب المكتب الإعلامي فقد تسلم المجلس سيارة إسعاف مجهزة سيتم تخصيصها للطاقم الطبي المتواجد في بلدية قيقات لتفعيل خدمة طبيب كبيتك، إضافة إلى تسلم سيارة مجهزة بأجهزة تعقيم وتطهير الشوارع. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعدل. قوات الوفاق تستهدف تمركزات ميليشيات حفتر في محاور الوشكة وجنوب طرابلس وتواصل تقدمها نحو ترقب. مرتزقة سودانيون ينشرون صورا وفيديوهات بمحاور القتال مع ميليشيات حفتر طالبون بدفع مرتباتهم المتأخرة. الإمارات تزود حفتر بوقود الطائرات والأمم المتحدة تصفه بأنه إمداد حربي محظور وتقول إنها تحقق في الموضوع. في ختام هذه النشرة مشاهدينا نذكركم بأنه بإمكانكم مشاهدة قناتنا عبر الترددات الجديدة على أقمار النايمسات 10971 أو 11066. مزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وكذلك بقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حفاظا على سلامتك، خليك حوش كما نريد.